حسك اليوم وتوقعات الأبراج حب وقلق ومال في طريقه إليك. ففي برج الحمل ينصحك بالتعرف على أشخاص مختلفين والسماح بطاقة جديدة في حياتك. وفي برج الثور تتركز أفكارك في الخيال أكثر من الواقع ومساعدة من الآخرين. أما في برج الجوزاء فيوجد قدر كبير من العاطفة والرومانسية وبعض المغازلة. ومن جهة أخرى من برج السرطان تساعدك القراءة لمعالجة الصورة الأكبر والقلق مشكلة مزعجة. وبرج الأسد تشعرين بالارتباك قليلا ولكن احتفظي بآرائك لنفسك. وفي برج العذراء كوني واضحة مع نفسك والتمرين طريقة رائعة لإطفاء الوضوح على حياتك. وفي برج الميزان ينصحك بالتركيز على أهم الأفكار والتعبير عن رأيك دون تردد ولا تختبئ في الخلفية. ومن جهة أخرى يحذر برج العقرب من تسرعك في اتخاذ قرار، فقط استمع لقلبك. وفي برج القوس كوني أكثر حذرا مع كلماتك وأيضا يوجد مال في طريقه إليك. أما عن برج الجدي تحتاجين إلى تحديث نفسك بأسلوب جديد ونهج جديد. وينصحك برج الدلو بإكمال المشاريع واستمري في التركيز على الأشياء التي تتطلب قدرا كبيرا من الانضباط من جانبك. وختاما بالحوت تحلى بالإيمان بأن تفكيرك سليم وأنك على الطريق الصحيح.